دولة الإمارات العربية المتحدة تتبوأ مكانة مرموقة على خارطة السياحة العلاجية عالميا لما تمتلكه من مقومات تؤهلها لهذه المكانة، ومن بنى تحتية وإمكانات بشرية وأيضا مرافق تخدم في هذا القطاع، ومما يؤهلها لأنها تصبح عاصمة السياحة العلاجية في المنطقة. وفي هذا الشأن محمد، استضافت دبي المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، ولتسلط الضوء حول هذا الموضوع استدعانا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ أحمد شمس، مدير إدارة المرضى الدوليين والمقيمين في المستشفى الكندي بدبي. مرحبا بك معنا في الاتحاد. شرف لي. أستاذ أحمد، دبغي نتعرف منك على أهم ما تضمن هذا المؤتمر، المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، وشو الهدف منه بالتحديد؟ أولا بشكركم على الاستضافة الكريمة. خلينا نتكلم ان السياحة العلاجية بقت مشروع قومي. الإمارات يعني بلد مؤهل جدا انها تبقى فعلا عاصمة السياحة زي ما حضرتك قلت العلاجية. المؤتمر السنة دي كان كتير مختلف، كان كتير متقدم، كان كتير اب تو ديت في التكنولوجيا اللي موجودة. كان على جزئين المؤتمر السنة دي. الأولاني السياحة العلاجية ان جابوا لنا الناس الخبراء، ان احنا التجارب اللي بره اللي احنا نشوفها ونتعامل معاها. الجزء الثاني اللي كان مهم القوانين اللي اشتغلت بيها العالم، وما دبي او الامارات هل بتواكبها ولا لا. نعم، خاصه للجوده والكواليتي، دي كانت الجزئين اللي كانوا مع بعض في نفس الموضوع، وان احنا نتقارب مع الناس ونشوف بعضينا ونحن نوصل ازاي ان احنا فعلا عاصمه السياحه العلاجيه. نعم، اذا بنتكلم عن اهم الاوراق العلميه اللي تم طرحها في هذا المؤتمر وتم مناقشتها، وايضا ابرز المحاور اللي تركزت عليها اعمال هذا المؤتمر. خلينا نتكلم ان كان كل مستشفى، مثلا المستشفى الكندي، خلينا نتكلم ان كل مستشفى كان ليها سياسه انها تمشي انها تاخد اعتماد دولي. مثلا دلوقتي هيئه الصحه في دبي حاولت انها في المؤتمر الاخير انها توحد دوت، انها تخلي جهه رسميه انها تبقى اوفيشالي الجهه اللي مربوط بيها اللي تخليك انترناشونال هوسبيتال عشان يساعد الامارات انها فعلا تجذب السائح. خلينا نقول التقنيات اللي بدات تستخدم، احنا التكنولوجيا زي ما احنا عارفين في كل ثانيه بتتطور. مظبوط. عايز اقول لك ان احنا فعلا الامارات عامه ودبي خاصه طبعا اب تو ديت في موضوع التكنولوجيا، بل ان عايز اقول لكم ان في تكنولوجيا موجوده في الامارات مش موجوده في اوروبا، بدليل ان في اوروبيين كتير جدا بيسيبوا اولادهم ويجي يتعالجوا عندنا في الامارات بما تملكه الامارات من بنيه تحتيه وكل شيء مؤهل انها فعلا تبقى. بكل تاكيد. زين، هذه الادوات والتقنيات الحديثه اللي مثل ما ذكرت موجوده في دوله الامارات، كيف ممكن تاثر على مستقبل السياحه العلاجيه؟ دلوقتي اي مريض او اي شخص حابب يتعالج اول حاجه بيبص لها ايه التكنولوجيا اللي شغال بيها. انا ليه اجي الامارات؟ انا ليه اسافر اجي اتعالج في الامارات؟ الامارات حاليا فيها فعلا التقنيات الحديثه اللي تساعد ان توصل اعلى نتائج نجاح تساعد المريض. فدلوقتي اي مريض بيجي بيخش على الانترنت بيبدا يشوف النتائج دي. احنا عندنا يعني مثلا في مستشفى الكندي تخش على الويب سايت تشوف كل الابديتد التكنولوجيا اللي موجوده. الاجهزه مثلا عايز اقول ان في مثال مثلا العمليات العمود الفقري. دي عمليات كتير ناس كتير بتحب انها يعني تسافر بره ليها عشان تعالج. دلوقتي في دبي احنا عندنا اجهزه مش موجوده في دول اوروبيه. فدي بتساعد بانك انت تبقى جاذب اكتر للشخص من بره يجي يتعالج عندك في الامارات. هل المؤتمر ايضا ركز على جانب معين من العلاجات المتطوره في مجال معين في امراض معينه، ولا كانت هذه التكنولوجيا اللي تطرق لها المؤتمر تشمل مختلف الجوانب الصحيه، مختلف الامراض اللي قد يعاني منها الانسان؟ هي انا زي ما فضلت حضرتك فعلا حضرتك كلامك صحيح. هي السنه دي كانت متركزه ان هي تساعد المستشفيات وتساعد المستشفيات الخاصه والحكوميه اللي في الامارات انها تتقدم اكتر، انها تشوف التجارب اللي بره، انها احنا لازم نوصل للمريض ازاي بره. خلينا نقول ان دلوقتي المريض لما يجي يفكر في اي مكان دلوقتي بقى تيجي دبي في يعني في اول مكان من الذهن، يعني الامارات خلاص انا بروح اتعالج في الامارات. هيئه الصحه وزارة الصحة طبعا وصلونا ان احنا نتساهل ونتقابل مع بعضينا مع الشركاء كلهم شركاء الصحة في المؤتمر الدولي الاخير،
عشان نوصل لنقط نتفق عليها وتبقى نقط تبقى هي one language زي ما بيقولوا، يعني لغة واحدة كلنا نتكلم بيها. نعم. وتبقى ده كله يساعد في آخر المريض في السياحة العلاجية. بالضبط، السياحة العلاجية في الإمارات. نعم. إنزين يعني أستاذ، ذكرت أن الإمارات أو دبي بالتحديد أصبحت مثل هب أو ملتقى في ذلك للسياحة. يعني بالضبط. أيوة، للسياحة العلاجية. نعم. إنزين شو أكثر العلاجات أو أكثر التقنيات اللي تجذب السياح العلاجيين؟ انا يعني في اجابه ممكن ناس كتير تجاوبها، ان مثلا يقول لك عمليات التجميل. بس انا دايما كتير بنظلم الامارات. انا يعني انا راجل بقالي في المجال 11 سنه في المستشفى الكندي بشتغل. الموضوع كتير اكبر من كده بكتير. احنا في ناس بتيجي عمليات الاورتو، عمليات العظام، عمليات العمود الفقري، عمليات المخ، كتير بيجي يعملوها عندنا في الامارات. زمان الموضوع كان بياخد 3 4 ايام، احنا عندنا تكنولوجيا بتعمل العمليه وتخرج في نفس اليوم. فبالتالي ده كله سيف. بلس ان انت دلوقتي خلينا نتكلم، واحد جاي يعمل عمليه، انت تحب بعد العمليه انك انت يعني تستمتع. نعم. الامارات بلد فيها كل دوت، فيها كل دوت. اولا عيلتك يعني مش هتمل زي ما بيقولوا، مش علاج فقط، هي فعلا سياحه علاجيه. نعم. الامارات فعلا بلد كفء لهذا الموضوع. نعم. في هذا الجانب يعني هل هذا المؤتمر ايضا كان يقتصر فقط كمشاركه او حتى كحاضرين على العاملين في المزودي الخدمات الصحيه في الدوله او العاملين حتى في مجال توفير الاجهزه الالكترونيه، ولا كان حتى مفتوح للزوار اللي يعني حابين يتعرفون على هذه الخدمات اللي تقدمها الدوله منها؟ اولا كان كله بيتسابق انه يحضر في المؤتمر ده. المؤتمر ده فرصه كبيره جدا لكل زي ما حضرتك كل الناس اللي حضرتك قلتهم فعلا كانوا انترستنج كتير ان هم يجوا على المؤتمر ده. نعم. دي فرصه بتتعمل كل سنه. كل سنه الموضوع بيزيد اهميته كتير، بتزيد زي ما قلت لحضرتك دلوقتي بقى يركزوا على الجوده والكواليتي، ان هم ازاي ان انت تعمل الحاجه معاك التكنولوجيا لازم يكون في قصادها كواليتي. فهم عملوا قوانين سنوها علشان تساعد ان احنا نوصل لاعلى نسب ريت للشفاء طبعا. فعلا. كل الشكر طبعا لك الاستاذ احمد شمس على تواجدك معنا وعلى هذه المعلومات اللي تخص السياحه العلاجيه في دوله الامارات. شكرا لك، والشرف لي، وشكرا لك. شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. شكرا. من هذا الجانب مشاهدينا راح ننتقل معكم الى معرض كفاءات.